واش تلفازتنا ودستورنا وبلادنا ما تتسعش لمنتوج كوميدي بحال هذا نلقاوه في اليوتيوب ويتحرم وتجيب لي في التلفازات تخربيق. سيدي عمران الغزال كيف الحال؟ وسيدي مبروك عليك، مبروك عليك، راه الرخصه ديال المدرسه راه تسنات. اياه غتشتغل المو بالكامل. شوف العام الاول بدا غير بشويه بشويه، دير البريمير، العام اللي من وراه دير السيكوندير، العام اللي هذا دير الليسي، وصح دابا اللي زدنا لك زدتي السيزيام ياك، دير فيه كليه الاداب والعلوم الانسانيه، غير بشويه بشويه ما تعيقش في الاول. هاد السيد اللي قدامكم بغيت نقول ليه قدام المغاربه كلهم سير الله يرضى عليك ويرحم من ربك. ايوا كيفاش انت درتي شركه غير البارح وخديتي المارشي؟ الدري داز بحسن جدا والجوج الاخرين دازوا بالهلي طريها لشي واحد. خوتي المغاربه مرحبا. واحد الهجوم على باسو غريب الاطوار، انه شخص مباشر. مثلا باسو مثلا عجبني ولو انه كانت عنده مباشره، كان المباشر طريقه المواضيع، الموضوع الاجتماعي نتكلم على بعض المواضيع وبعض السلوكات بعض المسؤولين. النقطه اللي بغيت نقول لي انه خص يكون بطريقه غير مباشره، ويسمح لي انا ما نطيحش من قيمته الشيء اللي قدم في المستوى، ولكن غير ذاك المباشر هو اللي شويه صعيب باش بغيت ليه الاستمراريه. ذاك الشيء اول هذه مغالطه. الفن اخوتي المغاربه ولا هذا النوع من يكفي جوج الحوايج، خص يكون الجديه وكيكون الابداع. سؤال، ما انتجه باسو هل فيه لمسه ابداع ولا ما فيهش لمسه ابداع؟ دابا نعطيكم مثال باش نقرب لكم الصوره مزيان. مثلا جميع الناس، مثلا القانون الجنائي هو كتاب، كاين القانون الجنائي، فيه القانون الجنائي محدد لنا فيه الافعال المجرمه والعقوبات ديالها. كيجي عبد الواحد مثلا عبد الواحد العالمي كيدير لنا قراءه في القانون الجنائي، كيجي مثلا الخمنيشي كيدير لنا قراءه في القانون الجنائي، كيجي مثلا استاذ خلق واش الكتاب الاخر نقول له هاد الهضره راه قالها فلان وقالها فلان وقالها فلان. راه القانون الجنائي هو القانون الجنائي. شنو هو الجديد اللي عجبنا عبد الواحد العالمي؟ اركان الجريمه هي الركن المادي، الركن القانوني، الركن كذا، الموانع ديال المسؤوليه، السباحه، كذا، نفس الهضره كيعاودوها كاملين. ولكن واش هل يمكن نقولوا ماشي ابداع؟ لا، ابداع كتكون زاويه المعالجه، كتكون طريقه باش ناقش داك الشيء، كتكون ما هي الهضره، الهضره اللي يقول العالمي ويقول الخمنيشي ويقول راه في صدرك القانون. واش بهكا نقولوا تمنى تفهموني اخوتي المغاربه، حنا كنعرفوا الخصوصيه، المدرسه الخصوصيه، كنعرفوا الشفاره، كنعرفوا الرؤساء، ولكن هذا الطريقه باش كيحكي بها الابداع فيه كيبان، زاويه باش كيناقش، حركاته، ايماءاته، الطريقه ديالو. من كيجي هو كيهضر على المدرسه الخاصه، واش غتبني مدرسه خاصه تحت الطابق الفوق ديري كذا ديري سكوندير لا ديري كليه الفوق لا ديري، انت كتعرف انت شفرت، ولكن هذه الفكره كيفاش القالب اللي جابها لك فيه هو؟ هذا الابداع. اذا هذا علاش اخوتي المغاربه حنا مدمرين لبعض؟ علاش؟ ما فهمتش الفكره فيها. هذه نقطه في غايه الاهميه. حنا هذا الانسان اللي قلت لكم اللي كنا كنديروا الصحاب للمهداوي مناضل بعد المجال المناضل، لا باسو راه ما كيديرش كيدير المباشر، لا اخر ما كاينش شي واحد عرفتي دائما يعني يلتفوا لك على شي امور شكليه. دابا نديروا باسو ونديروا كبور، مع احترامي لما ابدا كبور تضحكنا وتفرحنا، ولكن واش كيخلينا كبور شي رساله وراه ساليت مع كبور المغرب؟ هانت شفتي مثلا الحبيب كيدير داين 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 وداك الضحك زوين، هذاك تا هو فن تنقولوش ما، ولكن ملي كنسالي واش كبور كيخلي عندي رساله في عقلي؟ حتى حاجه، كيضحكني وكيسالي. بس واش كيدير؟ كيضحكني كيخلي عندي رساله. كبور كيخلي عندي رساله. دابا ملي كيجي مثلا باسو وكيدير الشراب راه مهم في واحد الجانب. تصور المغاربه مجتمعون في الدين في رمضان، شهر مقدس عند المغاربه. ما لاحظتش واحد الملاحظه؟ حتى واحد مهضر على الشراب، باسو كيشرب الخمر. دابا حنا في رمضان وكنتفرجوا في وراء المغرب في رمضان وفي شهر فضيل والغفران، ما انا ما لقيتش انتقادات بخصوص الخمر. هو كيشرب كرئيس الخمر، طبعا هو راه مصور قبل، وهذاك ماشي بالضروره تنقولوا خمر، يعني هذاك تمثيل مزيان. انا عندي المهم هو رده فعل الجمهور المغربي، لا احد مشى للخمر. سؤال المغاربه علاش؟ حيت هادو اللي ينتقدوا واللي يقولوا المتابعه ديال باسو ولا اللي كيقولوا هادوك راه واحد القله، ولكن انتبهوا كاينه واحد الاكثريه ديال المغاربه اللي اولا الوعي ديالهم الفني رقى، كيعرفوا بان باسو في لحظه فنيه، وباش يوصل ديك اللحظه الفنيه هو كيصور لك واحد النوع من المسؤول الجماعي راه بصح تيعيش هكاك،
شراب تيسكر وكياخذ قرارات في حق الجماعه ولا في حق الساكنه، كيسكر وكيكاشي، كيسكر وكيحل مشاكل الناس، عايش هكا. هنا باش كيبين لك باسو علاقه المسؤوليه. شوف الانسان المسؤول كي داير، كيتاخذ قرارات وهو سكران، كيشد هكا كيهضر كيهضر ما كيمش. وتلاحظوا الطريقه الكاشي، يعني عبواق واش مكاشي ما كيهمش. وشنو هي ديك الطريقه الكاشي؟ انه غير عابئ بالتبعات، يعني راه لاحظوا القضاء ضامن وعنده علاقات رئيس جماعه عكاشي، ماشي شي واحد كيفليش عكاشي ويقرا لا سير. اذا هنا كيبين لك العداله الزبونيه المحسوبيه. دونك رسائل كيدوزهم، كيصور لك واحد الانسان اللي هو كيشرب وكيكاشي بلا ما كيشوف وكيحل المشاكل ديال كل شيء. المغاربه انا اللي كتهمني هنا الاكثريه ما انتبهوش للخمر، وهنا كيبين لك المغاربه اذكياء. هنا فهموا بان السيد كيدير لحظه فنيه كيوصلنا رساله وكيصورنا، كيصورنا واحد الواقع حقيقي ديال واحد النوع من المسؤولين كاين في البلاد. اذا بالنسبه للمغاربه الاساس هي الرساله. شوفوا الرساله كيفاش داز، باش تبغي دوز رساله شوف كيفاش دوزها. المغاربه اللي كتهم انا تما كتهم الرساله. الى قارنا مثلا مثلا غير مقارنه بسيطه ما بين المقابط وما بين رئيس الجامعه ولا هذا المسؤول، علاش المغاربه رفضوا صوره المعلم ديال المقابط وقبلوا صوره ديال المسؤول الجامعي؟ علاش؟ علاش؟ لان هذيك الواقعه ديال المقبط ما كتعكسش الحقيقه. يمكن لك تصور واحد المعلم ما كيجيش، ممكن شي حاله شي معلم تهاون، يمكن لك تصور شي معلم ما نعرف كيف داير ضرب شي تلميذ، يمكن تكون هذه الحاله وهذه كتبقى استثناءات ضرب ما جاش. كاين باش تصوروا بالمقابط وهبيل ما راكباش الجمهور المغربي. علاش ما علاش رفضها ما قبلهاش؟ حس بالمغرب فيها تعدو. علاش المغرب قبل الصوره اللي قدمها باسو على المسؤول الجماعي؟ لقاش المغرب، لقاش المغرب يحس بها صوره حقيقيه، حس بها صوره حقيقيه، والا ما كانش غيكون عنده هذا التفاعل. نقطه اخرى باسو، علاش وهذه مهم ان الجمهور المغربي متعطش للجد والمعقول رغم كل المحاولات وكل ما داكشي اللي داروا في حق الشعب المغربي من استهداف ثقافته في وعيه تيك توك تخربيق، بقي المغربي متعطش للمعقول. الشيء المغربي يعطيه غير المعقول. ها انتم شوفوا الحلقه اللي درت انا مع بن حمزه 400 تقريبا نص مليون دابا، الحلقه مع الشيخ العماري غادت هي نص مليون. علاش؟ علاش؟ ياك نص مليون دابا مع بن حمزه. باسو دابا شوف خليونا عاوتاني عندك بلا نمشي بمنطق العدل، لا كناقشوا في اطار الجد متفاهه الخضر ديال 2 مليون عاود تخربيق، لا لا جيب موضوع جاد ومسؤول وعنده اسمحوا لي هذا التعبير كنقولوا بالدارجه المغربيه عنده كيالو، تقول كل زرع عنده كيالو. علاش كيحصد هذه المتابعات باسو؟ ان الجمهور المغربي باقي حي. هذا الشيء اللي خصكم تفهموه المغاربه، ان الجمهور رغم كل المحاولات ديال التبليد ديالو وديال التسطيح ديالو وديال ابعاده من الحق السياسي ومن العمل، اعطيه غير مغربي غير معقول هو معك. انتبهوا لماذا احتفل المغربي باسو؟ يعني لحقاش قاس، لحقاش باسو قاس المغاربه، لحقاش الخطاب الفني اللي دار قريب من المغاربه، ولهذا المغاربه لقاو راسهم فيه. وكان شي حاجه اللي هي ماشي هي هذيك راه ما كانوش غيتفاعلوا معها الناس. وحتى الامور اللي كتكون بعض المرات شافها وتفاعلوا معها الناس راه فيها الابداع، لان الناس مع واش ما كيتفاعلوش مع شي حاجه اللي مكرره معاوده غتخربيق. قلت لك اليوم ستيلو غدا قلت لك ستيلو، ولكن نقدر نهضر لك على ستيلو من زاويه اخرى. اذا حتى بعض المرات ديك الامور اللي كتكون مثلا شافها تيكون فيها الابداع كترفضها انت اخلاقيا، هذا موقف، ولكن ملي فيها شي حاجه كيشوفوها الناس. إذا باسو شافوه الناس بجد المليون وكذا، علاش لقاو فيه كيعالج واحد القضية كتقيس الناس وكتوشي الناس؟ هنا كننتقلوا لمرحلة أخرى. دابا علاش هذا ما يدوش في دوزيام وفي الأولى مادام الجمهور المغربي كيشوفوا؟ عافاكم شوفوا هذه المعادلة. المغرب دولة، نظام الحكم في المغرب دولة ملكية ديمقراطية اجتماعية كذا كذا، شي حاجة تشاركية. والشعب دابا كيف ها الشعب المغربي باغي هذا المنتوج؟ ها التلفازه المغربيه ديال الشعب، ها الشعب كيعيش التلفازه بضرائبه. ها الشعب محروم من هذا المنتوج في تلفازته، كيمشي يلقاه في اليوتيوب ويلقاه في التيك توك. فين هو التشاركيه؟ فين هو هنا الشعب وصلته وقيمته؟
الشعب كيخلق كيعيش العريشي والتلفازه بفلوسه، الا ما كانش الشعب ما تعيش التلفازه تنهار، الشعب اللي كيخلصها، الشعب اللي معيشها، الشعب بضرائبه وبالاشهارات ما كيهمش. هذا السيد سميتو محمد باسو، ممثل كوميدي، ولد مدينه زاكورا، حاصل على الدكتوراه في اللغه الانجليزيه. هذا السيد دار داك الشيء اللي ما قدراش ديروا حتى شي قناه عموميه يصرف عليها من المال العام. هذا السيد كسر كاع القاعده ديال الكوميديا وديال التفاهه اللي كاينه في شهر رمضان، ودار لنا سلسله تحت عنوان سي الكاله، كتكلم على الفساد السياسي والاداري والانتخابي وعلى الزبونيه والرشوه اللي متفشيه في المجتمع. هذا السيد في قالب كوميدي وبإمكانيات بسيطة جدا استطاع أنه يكسر جميع القواعد ديال الكوميديا ويعطينا كوميديا حقيقية سوداء ولكنها تعري واقع المعيشي ديالنا في هذه البلاد السعيدة هذه، وتعري بزاف ديال الأعطاب ديال المجتمع، وهذا هو المطلوب من كل فنان وكل ممثل. لأنه إذا ما تكلمت أنا وتكلمت أنت من موقعك كفنان وكممثل، وأنت من موقعك كطبيب، وأنت من موقعك كمحامي، وأنت من موقعك كأستاذ، وأنت من موقعك كقاضي، وأنت من موقعك كمسؤول، راه هاد الاعطاب ديال المجتمع للاسف الشديد ما غاديش نعرفوها وما غاديش نعروها وما غاديش نداوها. اما الا جينا كاملين نتغاضوا عن هاد الاعطاب هذه او نقدموها للاسف الشديد كما نشوفوا اليوم تيا في مجموعه من يعني القنوات ديالنا، حموضه ايضا على حموضه في شهر رمضان، وللاسف كنقولها وكنأكدها على ان ما كنشوفوش بحال هاد السيد في التلفزيون او في التلفزه العمومية بحال هذا وغيره موجودين في الساحة الفنية والإعلامية، ولكن كنلقاو على أنه نفس الوجوه هي اللي كتكرر كل سنة، ونفس السيناريوهات ونفس القصص المملة التي تجعل للأسف الشديد مادة ديالها مثلا الأستاذ أو المعلم، اللي بدل ما نكرموه وبدل ما نبينوا من الأعطاب اللي كيعانيها في المجال ديال والمشاكل والإكراهات اللي عانى على مدار سنوات طويلة وشهور طويلة وهو في إضرابات وفي غيرها، كنجو كنقزموه كنبينوه في واحد الصورة غير حقيقية للأسف. هذا ضحك كما كنقولوا بالحسانية، ضحكة فينا ما تضحك، إذا كان ضحكوا في القدوات راه كنهدموا المجتمع. اليوم تيا محتاجين الفن حقيقي، محتاجين النقد حقيقي، محتاجين الأمثال هذا الفنان هذا وغيره أيضا. وما فوتنيش الفرصة أيضا نشيد بواحد السلسلة دي كيقدمها واحد سميتو حتى هو طاليس، كيقدم سلسلة هادفة فيها رسائل مشفرة، فيها يعني إشارات قوية في هذا الشيء اللي بغينا. المجتمع اليوم ديالنا كيعاني مجموعة من الأعطاب، كيعاني مجموعة من المشاكل، فخاصنا نبينوها خصوصا في هذا الشهر المبارك الفضيل اللي كتكون فيه المشاهدة مرتفعة. ما خصناش نعطوا للناس تفاهة، خصنا نرقاو بالذوق ديال هذا الجيل هذا ونرقاو بالذوق ديال المجتمع. بارك علينا، لأنه عندما نتجه شرقا وعندما نتجه غربا إلى مصر ولا غيرها، فراك نلقاو قضايا كبرى للمجتمع تناقش. فهل تستطيع التلفزة ديالنا والإعلام ديالنا اللي كتصرف عليه من المال العام ملايير ديال الدرائم يستطيع أن يتحدث عن الفساد السياسي اليوم الموجود، يتحدث عن مجموعة من القضايا الكبرى الاستراتيجية ديال الوطن ديالنا، يستطيع أن يشخص أعطاب المجتمع بكل تمفصلاته؟ للأسف الشديد ما كاينش هذا الشيء. ضحك على الذقون، استمرارية في التبليد وفي الضحك علينا، وتبقى حليمة على عادتها القديمة إلى إشعار آخر، ولكن بحال هذا السيباسو وبحال غيره هما اللي كيطمئنونا وكيبينونا على أن المغرب العميق ينتج، المغرب العميق ينتج ثقافة، ينتج فن، وكيبيننا على أن الفنان عند يمتلك حس إبداعي وعندما يمتلك الوعي الثقافي يستطيع أن يعطي أكثر مما هو موجود اليوم في الساحة. نحن محتاجين الأمثال هذا السيد هذا، محتاجين نشجعهم، ماشي نبقاو ندرقوهم ولا نقصوهم. وبارك من اللي قصيتوا الكوادر في مجال الطبي، قصيتوها في مجال التعليم، قصيتوها في مجال السياسي، قصيتوها في مجموعة من المجالات، حتى في المجال الفني اللي كتنفس به الناس جايبيننا نفس الوجوه. فكنقول لكم بارك. الشعب باغي باسو، ولكن الشعب ما يلقاش باسو في تلفازو، عيلقاها في اليوتيوب. علاش؟ واش التلفازة كتعكسنا؟ نقطة أخرى، هانتوما حاصرتوه في التلفازة، ها المغاربة لقاوه في اليوتيوب، هانتوما حاصرتوه بن حمزة في التلفازة، هما تما لقيتو عادل المهداوي. علاش كتوجه للسلطات ولا اللي كيفكر بهذا الأسلوب؟ واش يمكن لك اليوم تقمع تحاصر الفكرة والكلمة الحرة؟ واش يمكن لك؟ اليوم واش تقدر تحاصر الناس؟ واش ما كانش كون جبتيه دابا التلفزه بالحمزه غيشوفوا واحد 2000 ولا 3000 كاع.
ها هو شافوه نص مليون عندي 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 خلي الصفحات يقدر يكون دابا ضارب شي 5 مليون ولا 10 دابا راه شحال واحد خدام الحمزه في تيك توك الانستغرام ها انا عندي بوحدي نص مليون بس دابا شحال كيشوفوه الناس في العالم تصور باسوك وزوج التلفازه وغيكون داكشي ديالو مع زوج التلفازه ما يبقاش عنده نفس الاثار هيا عندناش كيقولوا في التلفازه ايوا علاش جابوه التلفازه حيت كل ممنوع مرغوب مادام جابوه التلفازه ديالهم بغاو يدوزوا عشي ميساج بغاو يبينوا لنا حريه التعبير بغاو يبينوا كينقص ملي ما كدوزوا التلفازه كي اح كيولي ديالنا عاد كنتفاعلوا معاه بشكل اكبر وكيحصل مشاهده اقوى كيف دول كتبغي تحاصر شي كتاب في بعض الدول ماشي كتمنع الكتاب اللحظه اللي كتخرج داك الكتاب كدير اصدار ديال 2 مليون دكتور بحال شي زاحموه كاين شي فيلم سينمائي غيبر زدنا في ديك اللحظه اللي الفيلم السينمائي نعرضوه كنديروا واحد 100 فيلم سينمائي اخر باش ينافسوه في المشاهد طرق ديال الابداع والطرق ديال تمرير الرسائل حيت الانسان غيهضر الانسان غيعبر واحسن تعبير هو يعبر الانسان في الوضوح الكوميديا كي غديرها النكته دابا النكته غتنتعش دابا اخطر حاجه النكته تحاكم الانسان النكته ولكن النكته راه كتدوز بها رساله وكل ما كتقبع حريه التعبير كتنتعش النكته تاريخيا كل ما كتزع دائره حريه التعبير كتقلص دائره النكت دابا هادشي اللي دار باسو ومع هاد المشاهدات اللي حصل غيفتح الشهيدي العدد من عباد الله ينجو بحالو كيما واحد الوقت الروابا نهار اللي بان في الاول البيك وانتعش الطراب كلشي ولا غني بنفس الاسلوب وحصر دابا هادشي اللي دار باسو كونوا مأكدين في المستقبل لان الناس عرفوا طريق النجاح هو منتوج سياسي هادف كيقيس الناس والسياسي وغينتعش هادشي اذا لماذا هاد الحصار ولماذا هاد شنو ربحنا كاع من هادشي كاع كامل علاش ما يكونش في التلفازه هذا هو اكبر شنو فيه فاش خايب واش تلفازتنا ودستورنا وبلادنا ما تتسعش لمنتوج كوميدي بحال هذا نلقاوه في اليوتيوب ويتحرم وتجيب لي في التلفازه التخربيق المقابط واش يمكننا نحاصروا الكلمه الحره اليوم اخوتي هذا هو السؤال ها هو خرجنا باسو بهذه الطريقه